بس عندك صديق، عندك عدو. لازم عندك تولي وعندك تبري، والتبري هو الأساس. ما يكفي والله احنا مع النبي ومع أهل بيته ونحبهم، الكل يحبهم، من يقدر ما يحبهم؟ شو عندهم الشيء اللي يخليك ما تحبهم؟ لكن الأساس الأمر الثاني، مثل لا إله يقدم ويسبق إلا الله. تريد تبني بيت جديد لازم تصفي القاع الأرض قبل ما تبني جديد. أول لا إله، عندك عدو، وهذا العدو يأتيك في صورة الصديق، يركب منك مراكب الشهوات والرغبات والحاجات، ما يجيك يقول أريد أبرك. هل أدلك على شجرة الخور وملك لا يبلى؟ الشكر شوف رغباتك وين، هاي نقطة ضعفك بالنسبة إلى إبليس. ولازم نعرف شياطين الإنس والجن، وبعض الناس ناطقين باسم إبليس. تريد تسوي عمل خير؟ بطل. يريد يدفع مال في سبيل الله؟ انت مجنون. هذا الناطق باسم ابليس. والناطق باسم ابليس مثل ما ابليس تطور، شايف سابقا في العمود مخلين علامه ابليس، الان لا صار ملون وشويه صار عريض ومتين ومرتب. نطور ابليس، نطور اساليبه، اساليبه صايره ثقافيه، اساليبه حضاره، جميل، جاي في صوره الصديق. المنبهرون بالطريقه الغربيه، بالحضاره الغربيه، بالثقافه الغربيه، بالفكر الغربي، بالفكر المادي. يا عمي ذولا جايك في صورة الصديق، مثل إبليس اللي راح لآدم في صورة الصديق. شوية دير بعدك، شوية افتح عينك. أن يفتح الإنسان عينيه على مداخل نفسه، نقاط ضعفه، على إبليس عدوه والذي يخدعه. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله. بعض الناس يدخلون في صفقة مع إبليس، يفكر راح يشتري من عنده، بس تالي يطلع ضايع. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله. اللي يتولى إبليس ويعبد إبليس. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. شنو نعبد في شنو؟ من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس.